الرومان، لأصلهم في إيطاليا من روما، الرومان بدأوا يتوسعون وبدأوا يأخذون ممالك الإغريق، ووصلوا إلى بلاد الشام فاحتلوها، ووصلوا إلى القدس فاحتلوها سنة 63 قبل الميلاد، وألغوا هذه الدويلة اليهودية التي لم تكن دولة حقيقة وإنما حكم ذاتي تابع للإغريق، وعينوا على اليهود كاهن هم اختاروه اسمه هيركونوس، فصار هو كبيرا لليهود، وظلوا على هذه الصورة 23 سنة إلى عام 40 قبل الميلاد. الرومان يعينون الملك لليهود هو هيرودس، مشهور بالتاريخ باسم هيرودس، في التاريخ العربي هيرود، ولم يكن من الأسرة المكابية التي صار فيها الحكم، وكان طاغية شديد على اليهود، وكان مواليا للرومان، هم الذين عينوه، فصار ملكا لليهود وليس باختيار اليهود، وعشان يثبت يعني مكانته بين اليهود، وعشان يحاول أن اليهود يتبعوه فعلا، أعاد تجديد الهيكل وضاعف مساحة الهيكل. طبعا ظل الصراع الآن بين الرومان والفرس في هذه المناطق، يأتون الفرس يحتلون هذه المناطق ثم يأتي الرومان يسيطرون عليها. موطن الصراع بين الفرس والروم هي فلسطين، هنا كان الصراع الرئيسي، الأردن وفلسطين. في 39 قبل الميلاد استطاع هيرود أن يجمع قوة يطرد بها الفرس، وسيطر على تلك المناطق، وبدأت المناطق تزدهر في حكم هيرودس. 34 قبل الميلاد كليوباترا حاكمة مصر الفرعونية زارت القدس في طريق عودتها من زيارتها للعراق، فبدأت هذه المناطق يبدأ اسمها يظهر، وخاصة لما ملكة مصر تزورها بالنسبة لهم كان حادث عظيم جدا. وظلت الأمور مستقرة بإيد هيرود أو هيرودس فترة طويلة. 15 قبل الميلاد ولدت مريم عليها السلام، وتربت في القدس في كنف زكريا عليه السلام، فكان زكريا هو النبي، نبي اليهود في تلك الفترة. تعرفون طبعا أنا ذكرت قصة زكريا بالتفصيل وقصة آل عمران ومريم في تلك الفترة، لن أعيد القصة. الخلاصة أن كان اليهود بينهم أنبياء، ما زال الأنبياء فيهم، وكان نبيهم في تلك الفترة هو زكريا عليه السلام. وتعرفون قصة زكريا وميلاد يحيى عليه السلام، وتعرفون قصة مريم عليه السلام وميلاد المسيح عليه السلام، لن أعيد القصة. فهذا حدث في زمن هيرود، ميلاد مريم عليه السلام في زمن هيرود. 4 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح وقبل ميلاد يحيى، بين يحيى والمسيح 3 شهور فقط. فقبل ميلاد المسيح وقبل ميلاد يحيى، في عام 4 قبل الميلاد مات هيرودس ملك اليهود، وتمزقت دولة اليهود أو دويلة اليهود هذه اللي تابعة للرومان، لم يكن لهم حكم مستقل، لم يكن لهم حكم مستقل في فلسطين إلا فترة داود وسليمان عليه السلام فقط، هذه الفترة الوحيدة التي كانوا يحكمون فيها باستقلال، باقي الفترات كلها كان حكم ذاتي تابع لدول أخرى. 4 قبل الميلاد توفي هيرودس، وتمزق الحكم في مملكته بين أولاده الثلاثة، وتمزقت فلسطين بينهم. ثم بعد ذلك بأربع سنين كان ميلاد المسيح عليه السلام، يحيى طبعا قبل بثلاثة شهور، فاشتهر يحيى بينهم أكثر من المسيح عليه السلام، لأنه كان ابن زكريا نبيهم، واليهود بدأوا ينظرون إلى عيسى عليه السلام نظرة شك، وبدأوا يتهمون أمه بالزنا حاشاها، فبدأوا يقولون على مريم بهتانا وافتراء عظيم ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. ويحيى عليه السلام تبنوه اليهود لأن ابن نبيهم، واشتهر بينهم باسم يوحنا المعمدان، كان يأخذهم إلى النهر، نهر الأردن، ويغسلهم بالنهر، يقول لهم مثل تجديد وتطهير للذنوب، فالمعمدان التعميد، التعميد يعني الغسل في النهر، فمن هنا اشتهر اسمه. طبعا في الإنجليزي اسمه جون، جون ذا بابتست، فمن هنا جاء اسم البابتزم المعمدان، وهذا فرقة رئيسية في النصارى فيما بعد. عيسى عليه السلام بدأ يكبر بينهم، لكن اليهود يتهمونه بالسحر
والمعجزات التي كانت على أيديه يعتبرونها سحر، وبدأ الصراع الشديد بينه وبينهم. هو طبعا مبعوث لبني إسرائيل، هو مبعوث لليهود بالإضافة إلى زكريا وبالإضافة إلى يحيى، كما ذكرنا أنه كان يبعث عليهم عدة أنبياء في نفس الوقت. ففي ذلك الوقت ثلاثة رسل من أعظم الرسل في نفس الوقت بين اليهود، زكريا ويحيى وعيسى، يعيشون في نفس الفترة، وظلوا يدعون بينهم. والفجور والانحراف والظلم شديد بين اليهود، والانحراف عن دين الله عز وجل واضح وكبير، وثلاثة رسل يحاولون أن يعيدونهم للدين الحق وما زالوا منحرفين. ظل هذا الأمر فيهم. طبعا بعد ميلاد المسيح بست سنين انتقل الحكم من ابن هيرود، جاء الرومان حكموا مباشرة وألغوا هذه الممالك اليهودية، ألغوا الممالك اليهودية وسيطروا سيطرة مباشرة بعدما كانوا أعطوا حكم ذاتي لليهود. فالمسيح عليه السلام جاء كما سنرى في القصة، والرومان هم المسيطرين على القدس سيطرة مباشرة، وإن كان القضاء والدين ما زال بإيد اليهود. في عام 26 ميلادية حكم بطليموس، يسمونه في العربي بطلاس، بطليموس الروماني من روما، لم يكن يهوديا، حاكم روماني حكم القدس. كانت هذه بداية حكم بطليموس الذي حدثت في زمنه أحداث رهيبة جدا. من الأحداث التي حدثت في زمنه أن كانوا ثلاثة أنبياء يدعون، زكريا ويحيى وعيسى، لم يكونوا يعترفون بعيسى على أنه نبي، كانوا يعترفون بزكريا ويحيى على أنهم كبار الكهنة، هكذا كانوا يسمونهم كبار الكهنة. فبطليموس هذا في القصة المشهورة أراد أن يتزوج من ابنة أخيه لجمالها البارع جدا، لكن كان هذا محرم في دينهم أن المرأة تتزوج عمها، فأحب أن يأخذ استثناء من زكريا ويحيى أنه يجوز له أن يتزوج بنت أخيه، فطلب الاستثناء من زكريا ويحيى عليهما السلام. فيحيى عليه السلام قال سأعلن للناس، فجمع له الناس في المعبد. فلما اجتمعوا في المعبد خطب فيهم يحيى عليه السلام وأعلن تحريم زواج المرأة من عمها تحريما مطلقا، ومن فعل ذلك فهذا كافر ويجب قتله، وأعلن إعلان شديد. بطليموس فوجئ بهذا الإعلان، خاصة أنه كان يعني يحاول أن يتظاهر باليهودية، تعاون مع اليهود واحترام لدين اليهود، وأنه يتبع شرائع اليهود في هذه القضايا. فلما فوجئ بهذا الإعلان أسقط في يده. فجاءت هذه الفاجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بغي، هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قتل يحيى لبغي. فهذه البغي الفاجرة أغرت عمها إغراء شديد، رقصت له وأشربته الخمر حتى أغرته بقتل يحيى عليه السلام. وفعلا في تحت نشوته هذه أمر بقتل يحيى عليه السلام، ومن بعده قتل في الرواية المشهورة زكريا كذلك عليه السلام. فقتل نبيين عظيمين عليهما السلام في تلك الفترة، واليهود لم يحركوا ساكنا، تركوا الأمر كما هو. فظل الرسول بينهم هو عيسى عليه السلام، بدأ يمارس الدعوة وبدأ يسيح في الأرض، لم يكن له بيت يستقر فيه، ولذلك يسمى المسيح من سياحته في الأرض على الرواية المشهورة. وبدأ يمنع المنكرات، كانوا يبيعون الحمام ويتعاملون بالقمار في داخل المعبد، ففي الرواية المشهورة أنه دخل عليهم المعبد وبدأ يقلب الطاولات ويجلدهم على انتهاكهم لحرمة هذا المكان المقدس. وكان هو من الخطباء المشهورين الذين بدأوا يخطبون في الهيكل، وبدأ يغير من دين اليهود ويلغي عليهم بعض الأغلال التي كانت عليهم بسبب ظلمهم، الله سبحانه وتعالى شدد عليهم بسبب ظلمهم، فبدأ يضع عنهم هذه الأحكام الشديدة التي كانت عليهم. فتضايق منه كهنة اليهود، كيف أنه بدأ يبرز، بدأ الناس يتبعونه وبدأ يغير في دين اليهود. فعندها بدأوا يتآمرون على قتله عليه السلام. قصة مشهورة ذكرتها أنا أيضا في قصص الأنبياء عليهم السلام أجمعين، في عام 33 ميلادية لما كان عمره 33 سنة أصدروا قرارا بجلبه للمحاكمة لإصدار حكم بالإعدام عليه، ووافقهم بطليموس على ذلك، فأمر بإصدار، طلبوا منه أن يصدر القرار بالقبض عليه. طبعا هم
كما قلنا بيدهم الدين وبيدهم القضاء، هو بيده السلطة. فأرسل جنوده الرومان يبحثون عنه، وذلك تجدون في الصور وتجدون في الأحداث أن نجد يهود ونجد رومان، صار تحالف بين الرومان واليهود ضد عيسى عليه السلام. فبدأوا يبحثون عنه في قصص طبعا كثيرة، الخلاصة أنه الله سبحانه وتعالى رفعه إليه بعد أن طلب من حواريه من مستعد أن يضحي من أجلي. فقصة شهيرة، المهم أن في واحد منهم شاب صغير وافق أن يضحي من أجله، فالله سبحانه وتعالى قلب شكل هذا الشاب إلى شكل عيسى عليه السلام أمام أعينهم، معجزة. فأخذوا هذا الشاب فبدأوا يقولون هذا ليس المسيح. كيف المسيح؟ نعرفه، كل الناس تعرفه. فقبضوا عليه، يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأخذوا شبيه المسيح عليه السلام، وضعوا عليه تاج من الشوك. قصة شهيرة. وبدأ اليهود يحاكمونه، فطبعا هو حواري من حواري المسيح عليه السلام، يعرف الدين ويعرف الأحكام، فبدأ يجادلهم، ما استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة. مع ذلك أصدروا قرار بقتله وصلبه، فحملوه الصليب، صليب ضخم جدا، حملوه إياه وبدأوا يأخذونه كما في الرواية المسيحية. احنا ما عندنا رواية تفصيلية، فأنا اعتمادي على روايات بني إسرائيل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ونحن نستشهد بهم عندما لا يكون لنا أي رواية أخرى. لكن ثابت لنا أنهم أخذوا شبيه المسيح وأنهم صلبوه، فأخذوه في الطريق الذي يسمونه المسيحيون، يسمونه طريق الآلام، إلى اليوم مشهور، وهذا طريق مقدس عندهم. وعندهم عيد الفصح، إيستر، عيد الفصح الذي يحدث عادة في إبريل، هو احتفال بهذا الذي حدث. فأخذوه في هذا الطريق، وله يعني 14 وقفة، 14 مكان توقف فيه، أحيانا يتعب يسقط منه الصليب وأحيانا كذا، هذا كله في رواياتهم. ففي كل مكان من هذه الأماكن بنوا مكانا مقدسا، في كل مكان من هذه 14 مكان. وإلى اليوم في القدس في الإيستر، في عيد الفصح، يحملون الصليب ويلبسون أحدهم الشوك، ويلبس واحد مثل من رومان، يمثلون التمثيلية حتى يجددوا هذا العهد، ويقفون عند هذه الأماكن 14 معروفة يقدسونها، إلى أن كان المكان الأخير الذي صلبوا فيه شبيه المسيح عليه السلام. ولم يصلبوا المسيح، بل هو في السماء ويعود يوم القيامة. على كل حال، فصلبوا شبيه المسيح هناك، واضطهدوا المسيحيين، أنصار المسيح عليه السلام اليهود، اضطهدوهم اضطهادا عظيما، حتى اختفى هؤلاء واختفى الحواريون وهربوا من القدس، وبعضهم لجأ ذهب إلى روما، وبدأت الدعوة المسيحية بالسر. طبعا الإنجيل لم يكتب، وإنما كتب فيما بعد، 260 سنة بعد المسيح عليه السلام أول كتابة للإنجيل. فأدخلوا فيها كثير من رواياتهم وكثير من أقوال حواريين المسيح عليه السلام وأتباعهم، كلها روايات خرافية كثير منها. وذلك تجد في الإنجيل قصة صلب المسيح. كيف يكون في الإنجيل صلب المسيح والمفروض الذي أتى به هو المسيح؟ فبالتأكيد إذن الرواية. ثم في الإنجيل نفسه روايات كثيرة حدثت بعد المسيح، 20 سنة، 200 سنة بعد المسيح. إذن واضح جدا أن الإنجيل حرف وأضيف إليه إضافات كثيرة جدا لم يكتب في زمن المسيح عليه السلام. وهرب الحواريون في الأرض، وبدأت المسيحية تصبح دعوة سرية مضطهدة، واليهود يبحثون عن أي مسيحي فيقتلونه. طبعا في الدعوة السرية هذه يكثر فرصة انتشار الخرافات والإضافات، لأن ما في أحد مرجع واضح يرجعون إليه. فهكذا حدث لهم هذا الأمر. 36 ميلادية بعد المسيح ب3 سنوات، بعد هذه الحادثة ب3 سنوات، توفي بطليموس، وسمح الإمبراطور الروماني لذرية هيرودس سمح لهم بأن يعودوا للحكم الذاتي، بشرط هذه المرة أن يدفعوا الضرائب. فبدأوا يعودون إلى الحكم الروماني، إذن ما عادت مملكة لليهود، مرة أخرى تابعة للرومان. وبدأ الحواريون يدعون بالسر، وأحيانا يتجرؤون يظهرون في الهيكل يخطبون ويهربون، وبدأ الصراع الشديد بينهم وبين اليهود في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين. وبدأ اليهود
أي مسيحي يقبضون عليه يطردونه من خارج فلسطين. ومن الذين هربوا كما ذكرنا بطرس. فبطرس وصل إلى روما، وهناك بدأوا يؤسسون الجماعات المسيحية السرية، وبدأ يركز في دعوته على اليهود اللي موجودين في روما وما حولها، أيضا من حواريين اليهود بولس. فبدأ أيضا يدعو للمسيحية، لكن تركيزه ما كان على اليهود، كان بالإضافة لليهود كان يركز على الوثنيين. وبولس هذا أدخل كثير من الفلسفة في حديثه، فاختلطت الفلسفة مع المسيحية، وصارت كثير من المصطلحات المسيحية مصطلحات فلسفية. وهنا أدخلت عبادة الآلهة وليس إله واحد، وهنا بدأوا يقولون أن المسيح هو إله، ثم قالوا هو ابن الله، حاشا الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. لكن هذا لم يحدث في زمن المسيح ولا في زمن المباشر بعد المسيح، وإنما بعد ذلك. وبعدين بدأوا يروون الروايات أن المسيح خرج من قبره وبدأ يظهر للسماء وبدأ يكلمهم ويقولهم أنا ابن الله. ولذلك كل الروايات التي في الإنجيل إلى اليوم بلسان المسيح عليه السلام ليس فيها أنا ابن الله، وإنما رواية ابن الله موجودة في أقوال غير المسيح الآخرين. القول الوحيدة هو نحن عيال الله، وهذه في الإسلام موجودة أيضا، العباد عيال الله، يعني هم عالة على الله، يعني الله يعولهم الله يرزقهم، وليس معناه عيال كما ترجموها أولاد، العيال من العالة الذي يحتاج. فمن هنا دخل الانحراف في هذا الدين. الإمبراطور نيرون حاكم روما اكتشف هذه الحركات السرية، فبدأ يبحث عنها، واستطاعوا أن يقبضوا على بطرس وعلى بولس، وأمر بإعدام هذين الحواريين فأعدما. أتباع بطرس وبولس بدأوا يستمرون على دعوتهم، ومتأثرين بما هو موجود في روما من تماثيل وغيرها، فأدخلوا التماثيل وصنعوا تمثال للمسيح، حتى صنعوا تمثال لمريم عليه السلام، بدأت عبادة الأصنام هذه عندهم، لأن دين اختل، دين ليس له مرجع، ليس له كنائس، ليس له حاكم، دين سري ومنتشر وليس له مرجع. فدخلت فيه هذه كل هذه المسائل، وبالذات بسبب سيطرة الرومان. هكذا كانت نشأة المسيحية، وظل اليهود هم الحكام الذاتيين لفلسطين، والمسيحيين حتى بعد المسيح ليس لهم وجود، ليس لهم أثر، سيأتي بعدين أثرهم. 66 ميلادية ثار اليهود على الرومان في القدس، فأمر الإمبراطور بحصار القدس، فحاصروا القدس ما استطاع الرومان أن يفتحوها، وظل الصراع بين اليهود والرومان 4 سنين، 4 سنين، وهذا الحصار مستمر. 67 ميلادية فاسبيان أحد القادة الرئيسيين ومن أولاد الحكم الإمبراطوري الروماني دخل إلى فلسطين للقضاء على ثورة اليهود ضد روما، وفي عام 70 ميلادية 4 سنين بعد الثورة استطاع ابنه تيتوس ابن فاسبيان أن يدخل القدس. عندما دخل القدس الآن ثورة استمرت 4 سنين بالنسبة للإمبراطورية الرومانية شيء خطير، هزت سمعة الإمبراطورية الرومانية، فعندها دمر المدينة تدميرا كاملا، ودمر الهيكل تدميرا كاملا. في الروايات اليهودية أنه لم يبقى في الهيكل حجر على حجر، مرة أخرى دمر تدمير ما أبقى منه شيء، من الأساس نزعه، وعين حامية رومانية على القدس، وأسر اليهود وأخرجوا من فلسطين مرة أخرى وبيعوا عبيدا في روما. هذا التاريخ اليهودي، مرة يباعوا في مصر، مرة يباعوا في بابل، مرة يباعوا في روما، هكذا كان قصة بيعهم إلى أوروبا. ولذلك الوجود اليهودي في أوروبا أيام هتلر وكذا، هذا أصله من هذه الانتقالات الكبيرة التي نقلوهم فيها. وظل بقية اليهود مختفين في داخل فلسطين، تجمعوا بعد سنين في عام 132 ميلادية، تجمعوا بقيادة بار كوخبا، واسمه مشهور في تاريخ اليهود. فبار كوخبا هذا جمع اليهود وثار على الإمبراطورية الرومانية وسيطر على إحدى القلاع وتحصن بها، لكن الإمبراطور
هادريان استطاع بعد 3 سنين أن يقضي على هذه الثورة مرة أخرى، ودمر ما بناه اليهود، ودمر القدس تدميرا كاملا، وكل أثر يهودي مسحه من الأرض مسحا، وأمر ببناء مدينة جديدة على الأماكن اليهودية، فلم يترك لليهود أثرا. الآن يبحثون عن الهيكل ويبحثون، وين يبحثون عن الهيكل؟ كم مرة دمر. وجاء هذا هادريان فبنى إيلياء. إيلياء اسمه الأول، إيلياء هادريان. فإيلياء بنيت على آثار اليهود، وبنيت على القدس، وبنى القلعة في المكان المشهور اليوم بسمى خربة يهود، لأن دمر قلعة بار كوخبة وبنى مكانها قلعة، فيسمونها العرب خربة يهود، لأن هناك خرب مكان اليهود. ومكان الهيكل ومكان الأماكن المقدسة اليهودية بدأ يبني معابد رومانية، وبنى هيكلا عظيما للإله الروماني جوبيتر، مكان هيكل اليهود بنى بناء كامل. واشتهرت الآن القدس باسم جديد تسمى إيلياء، فبعد ما كانت أورشليم ثم كانت القدس صارت إيلياء، وهذا هو اسمها المشهور في زمن المسلمين. وذلك الذي يقرأ في صحيح البخاري في قصة الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكيف هرقل طلب مجموعة من العرب يأتونه، فجاءه أبو سفيان فالتقى معه في إيلياء، وطلب هرقل من صاحب إيلياء، إيلياء هي القدس، فهذا اسمها في التاريخ العربي. لما سيطر الرومان هذه السيطرة الآن، قضوا على الوجود اليهودي، أصدر قرارا خطيرا، قال ممنوع أن يدخل يهودي القدس.